سلام البنات، صافا اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير، وكيف ما تمنيتو تكونوا ان شاء الله نتوما وحبابكم ناشطين هانيين. وشكرا لكم وعلى تعاليقكم الزوينه، كنشكر كل واحد خدا من وقتو وكتب ليا تعليق. شنقول لكم؟ شكرا لكم، الله يكبر بكم، عويناتكم زوينين وكتشوفوا الناس زوينين. دونك باش ما نطولش عليكم، الفيديو ديال اليوم غتكون تجربتي، وبغيت ندوز لكم واحد الطاقه ايجابيه التجربه ديالي. وغاد الفيديو هذا غيكون تحفيزي اكثر، واخا غيكونوا فيه غنعاود لكم على عراقيل. بطبيعه الحال الحياه راكم عارفين كيكونوا فيها عراقيل، كيكون فيها دي او دي با ضروري. دونك ما غاديش نبغي ندوز لكم هذوك العراقيل، ما تحسبوهمش، نتوما شوفوا غير الحاجه الزوينه. وبغيت يكون واحد الفيديو تحفيزي للبنات يلاه مزوجين، باش لو بغيتي تكملي قرايتك نوضي كملي قرايتك، ولا السيدات اللي تزوجوا شحال هادي وبغيتي تنوضي تسجلي في شي جامعه ولا تسجلي في شي مدرسه ديال اي حاجه كتعجبك، اي حاجه كتلقاي راسك فيها كتعجبك تسجلي فيها، سواء ميكاب ارتست سواء لغات سواء اي حاجه كتعجبك تنوضي ديريها. دونك ما غتديش رزق الناس، ديري اللي عجبك، ديري داكشي اللي كتشوفي فيه انتي، وما تقلديش شي واحد تقولي هذاك دار ندير هذاك، ديري داكشي اللي كتبغيه انتي. واكيد لا تبعتي هذه الخطوات هذه غتوصلي كما توصلت انا لداكشي اللي كنت كنتمناه. دونك البنات من بعد الزواج ديالي كما قلت لكم ولدت بنتي، بغيت نكمل حيت ما دارش العام كولدت بنتي، تقيت في درت في الجامعه الدراسات الفرنسيه وقريت عام ونص، ولكن ملي وصلت للاس 2 البنات ديال الجامعه راه غيعرفوا الاس 2 باش ناخذ الدوك ديالي ما خديتوش، حيت كنت ديك الساعات في فرنسا وانا كنت مسجله هنا في المغرب، دونك ما خديتش الدوك. صافي خليت هذيك الدراسات الفرنسيه خليتها، ولدت يانيس وبغيت نرجع نكمل. مشيت تسجلت في الكليه ودرت الاجازه في اللغه الانجليزيه. ايوا البنات تخيلوا ام وطالبه، ام جوج وليدات وطالبه، وما ساكناش في واحد المدينه اللي ساكنين معاك والديك او والدين راجلك، والدين راجلك باش غادي يساعدوك ويعاونوك، ولا مثلا عندك كوخ يشدهم ليك، يعني راه ماشي سهله. ولكن من تما انا تقويت، ومن تما وليت انديبوندونت، ومن تما تبدلوا فيا بزاف ديال الحوايج. من تما الناس اللي كيكونوا يهضروا معايا هكذا من لا فامي، ولا يعني ما كنهضرش على لابتيت فامي، مثلا كيهضروا لي وكانوا شايفين ديك السهام الصغيره من داك المنظر الصغير. انا بهذيك القرايه حسيت براسي كبرت، حسيت براسي تبدلت، حسيت براسي ايفوليويت، عرفتي ها فهمتي، يعني شي حاجه اللي زوينه زوينه زوينه، واحد التجربه اللي زوينه. وقبل ما نبدا غادي نشكر جميع الناس اللي خدامين في الكليه ديال سايس فاس، من الكارديان ديال الباب حتى الاساتذه حتى الدويان حتى الناس اللي في البوفيت، نشكر جميع الناس، نشكرهم بزاف 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 بزاف. وكنخصص بالشكر الدكتور نفيسي اللي سوتنيت معاه لا ليسونس ديالي اللي درت معاه في بروجي فان ديتود ديالي. الا شي نهار شفتي الفيديو بغيت نقول لك شكرا دكتور، تحياتي ليك وشكرا ليك بزاف بزاف، ساعدتيني وسانتيني ملي كنت مريضه وكنت في واحد الوقت اللي ماشي سهل. انا جايكم الفيديو غنعاود لكم شنو مريت به انا، اللي مرت به ماشي سهل، وما نبغيش نبكي في الفيديو هذا، ولكن الحمد لله ماشي سهله، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنحمد الله وشكرو. داكشي قواني و زاد بيا القدام، يعني ما غاديش نشوف ان داك الطاقه، ما غاديش نعطيكم طاقه سلبيه، وما غاديش نفكر في داكشي اللي صعيب. غنقول لكم هادشي باش تموتيفاي وتتي تنوضي وديري بحالي. وغنشكر بزاف 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 البنات اللي كانوا في الكليه، ولا الاولاد اللي كانوا في الكليه كانوا كيساعدوني بزاف، كيشوفوني ام وعندي جوج وليدات صغار ساعدوني، يعني لي كور مساكن كيجمعوهم هما وفي الاخر كيعطيوهم ليا انا. بغيت نشكر من اول بنت لقيت معاها في الكليه حتى لاخر بنت باقا كنعرفها لحد الان فاطمه الزهراء، بغيت نشكرك بزاف، ونشكر ماماك وباباك وعائلتك كلهم كانوا كيتهلاو فيا وكيساعدوني، وبغيت نشكرهم بزاف بزاف بزاف. دونك البنات نبدا لكم القصه ديالي وانا ام وطالبه. كنت كنمشي الكليه، كنحط يانيس في لاكريش وليكول اللي فيها لينا، لينا كتقرا في ايكول فرونسيز ديك الساعه، ما كان ما عندهمش هما لاكريش حيت ولادي كيقراو في مدارس فرنسيه، وهما ما عندهمش كريش، كيبداو من لا مويان سيكسيون، لا مويان سيكسيون لا غروند سيكسيون سي بي اون تي طالا. دونك يانيس كان في لاكريش، كانت مقيده في واحد الكريش بحال قلتي بعيده نص ساعه على ليكول ديال لينا، ولينا كانت في الماتيرنيل. دونك كنحط يانيس وكنهبط نحط لينا في بلاصه اخرى، وكنمشي عند البنات كنهزهم كنمشيو لشي كافي هكذا، تنجلسو وتنحفظو
تيشجعوني ومساكن ما بخلوش عليا. تخيلوا انا كنت كنمشي حتى لاخر لحظه ما كيقولوش لا علاش هي تجي حتى لاخر لحظه ونعطيوها ليكور ولا لا، كلشي كان كيساعدني بنات ولاد. في ايامات الامتحانات كندي معايا ولادي كيبقاو كيلعبوا تما في الطوبوغون ولا في الجاردان، كنمشيو شي كافي هكا اللي عائليه وكيبقاو البنات كيعاونوني واللي كتهز معايا اللي كيحفظ معايا. بغيت نشكرهم كاملين، بغيت نقول لهم الله يكمل عليكم بالخير والله يعطيكم ما تمنيتوا، ان شاء الله تكونوا وصلتوا وليتوا شي حاجه ان شاء الله يا ربي. هادشي راه ماشي بعيد، راه يلاه قريب، يلاه زعما هادي مده ماشي بزاف، نقول واقيلا شي سيزون. دونك البنات غادي شكرت بعدا الاساتذه واقيلا شكرو ما عرفتش واش ما شكرتهمش، المهم لا ما شكرتهمش، بغيت نقول الدكاتره اللي تسوتنيت معاهم. ايوا نكمل لكم البنات. كنت كنمشي واحد النهار، نعاود لكم على واحد النهار كان عندي امتحان مع واحد دكتور اللي معقول بزاف 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 وظريف وعنده نيشان. ودخلت انا كانت واحد الاربع في العشيه، وكانت ديك الساعات مشات لي المساعده وما عندي حتى شي مساعده، ودار ما كاينش حدايا وما عنديش فين نخلي دراري وما كاين لا كريش لا ليكول. دونك مشيت وقلت للبنات اللي كانوا معايا وبغيت نقول لهم من هنا شكرا لكم. مشيت وقالوا لي غادي، كان عندنا لوغال، قالوا لي انا ملي غتوصل نوبتي انا غادي نوض هما غيشدوا لي انسولينا. دونك مشيت يلا دخلت لونفي، عرفتي لونفي قداش؟ وهو يقول لي البروف يو يو يو. قلت ليه مين؟ قال لي يس يو اجي. وهذاك النهار ما كنتش حافظه، كنت ديك لا ماتيغ بنخليها حتى لغاتخاباج، ما كنتش حافظه مزيان. ولكن فاش دخلت قالوا لي اسي حاولي هادي، بداو كيعطوني مساكن، عطوني واحد سميتو هذيك الماده باقي لا باقا نعقل سميتها الوورد ليتيراتشر، عطوني واحد باراغراف بحال هكا قالوا لي غير ابرون باركور، حفظي هادي حفظيها تاع اون سي جامي طيح فيك هي، عطاوها لي. المهم هو يشوفني ويقول لي يو 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 بنتي معايا الدراري وعرفني ام، ويقول لي اجي دوزني انا الاولى. عرفتي انا ملي دوزني انا الاولى بقيت كنقول لهم اه يا ربي او ماي جاد، كندير لهم بحال هكا البنات. قالوا لي غير سيري تانكيات غير سيري. ملي مشيت اشنو غيعطيني؟ غيعطيني داك السؤال اللي حفظوه ليا البنات، عرفتي الله سولني عليه وانا نقول الله يا ربي. عرفتي بقيت هادي جاوبت مزيان. ونقول لكم علاش دوك البنات كنشكرهم بزاف ودوك الولاد، نهار تعلق الامتحان هذيك لا ماتيغ جبت فيها 16 غراس ا او، جبت فيها انا 16 وهما كاين اللي جاب 14 كاين اللي جاب 12 كاين اللي جاب 10، حتى واحد ما تقلق حتى واحد ما قال علاش، عرفتي فرحوا لي مساكن. بغيت نقول لهم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم بزاف. دونك كانت واحد التجربه اللي زوينه، كنفيق كندي ولادي كنجي، ملي كنجي كنحس براسي عيقت بماكدو الماكله ديال الزنقه. شخلت واحد البنت ولات مسميه عليا الكفته فيونداشي لحقاش سهله، يعني كنجي كنطيب الغداء كنعاود ندي ولادي كنعاود نطلع لافا كن، يعني راه ماشي سهله. ولكن هادشي هذا بالعكس حكني كما كيقولوا، حكني ردني قويه ردني مرا بألف راجل. هادشي هذا غنشكر عليه راجلي المساند ديالي، بغيت نقول ليه الله يخليك ليا والله يخليك تاج فوق راسي صراحه. الضامن هاد النقطه هادي ماشي الضامن معايا، هو اللي دفعني باش نكمل. يعني كانت كتجيني شي اوقات اللي كنقول ليه واه عييت وقيلا نحبس، كيقول لي اه انت اللي بديتي ما كتكمليش، لا كملي. كان كيموتيفيني بحال هكا كيشجعني. وبغيت نشكر بزاف 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 كل مره راجلي بطبيعه الحال بابا، الله يخليك ليا بابا. عاتي بني كنت كنعيط ليه بابا وكنقول ليه راه فوالا هادي هادي، عاتي كتحس نحس به كيف فرح هو ماما، وديك الفرحه ديال بابا وماما لا تقدر بثمن. دونك كنت كنزيد نتموتيفا وكنحس بابا لا فيغتي ديالو هي انا زعما كنقراو داكشي وانا ام، واخا خوتي كيقراو كلشي ولكن زعما انا ام وكنقرا كنحس به فرحان وكنقول غنكمل. دونك هادشي هذا كله تجربه انا لحد الان باقا كنضل لكم على الجانب الايجابي. دونك البنات فاش وصلت لا سوتونس ديالي باش غنتخرج وغناخذ الاجازه ديالي، كنت غنتخرج في شهر 6 ولا في شهر 7، في شهر 5 كنت غادا لفرنسا لعرس لوستي. هذيك لا سيمين غنمشي من كازا، جيت من فاس غنهبط نمشي لكازا. مشيت للحمام كنلقى فيا هنايا والسيسا، كنلقى فيا والسيسا عاتي صافي. داك الحمام لحد الان كيقولوا لي الدار نمشيو ليه، تنقول لهم لا عندي معاه تجربه خايبه، واخا هذه راه خطا يعني راه اللي مكتبه مكتبه، ولكن ما بقيتش بغيت نمشي ليه. كنلقى والسيسا مت بالخوف وكان تابعني العرس. مشيت للعرس ديال لوستي في فرنسا، وفي هذيك الوقيته اللي جلست باقي نعقل مشيت ويجور باش نحضر العرس فقط ونجي. قال لي راجلي زعما كي غنديروا الدراري وهادي، قلت له والو عندي معاهم علاقه زوينه وكلشي، قلت له والو غنمشي للعرس غنمشي للعرس ما فلتش العرس. مشيت للعرس في هذيك الثمانيه ملي جلستها في فرنسا كبرات لي ولات لي 5 سنتيم، يعني جيت من العرس
ما كنحرك لها ها لها هكا. وهنا راه باقي عندي شي شويه كيكون مره غونفلي، لا بان لكم هنا، لا بان لكم مره هنا غونفلي. شوفوا راه عندي شويه ان بو غونفلي، شفتوا راه من الفتحه البنات. المهم الحمد لله ملي باقا واقفه وبصحتي، هذا هو الفضل لله سبحانه وتعالى، الحمد لله والشكر لله، ما تيهمنيش حاجه اخرى. ايوا جيت قلت لكم ولات 5 سنتيم، ملي ولات 5 سنتيم ما نقول لكم سنتيم بالعربيه، ما راه سنتيم كيف راكم فهمتوا. الفيديو هذا ما غيكون فيه لا مونتاج لا والو، عادي غنطلق هكاك. دونك مشيت عند الطبيب الاول، الطبيب الثاني، الطبيب الثالث، الطبيب الرابع، عطاوني دي تريتمون، بعد الطبيب الاول عطاني 3 تريتمون والو ما كتنقش. عاد مشيت عند طبيب اخر عطاني 3 تريتمون والو. وكنمشي لعند لوغ اللي كيكون زعما مختص في العنق والانف والحنجره، وكيقول لي زعما هذا الغونغليون، هذا الغونغليون هو البلاستيس البنات، الا ما تفش خاص الافتتاح. انا كلمه الافتتاح ما قبلتهاش، ما قدرتش نتقبلها. ولادي صغيورين انا غنفتح، ما صافي كتبان لي صافي نهايه العالم، كيبان لي صافي انا غادي نموت باختصار. ملي كتفكرها قلبي كيتكمش، ولكن الحمد لله، الحمد لله الله سبحانه وتعالى كبير. دونك صافي ديك الساعه انا عندي سوتنس ديالي، يعني خصني التخرج. ايوا مهم هبطت لكازا، هبطت لكازا، عاودت مشيت عند واحد لوغيل هنا في كازا مشهور، عندو ميت كلينيك وداكشي. وفي الاخر هو اللي فتحت عندهم. ملي قال لي افتح، قلت لماما وبابا صافي غنمشي لفرنسا ونفتح، بحكم ان عندنا لي بافي ديال فرنسا. صافي هو يقول لي بابا ايوا حنا بما هادي ولا الفيزا ولا هادي، حنا كي غنديرو زعما والديا بغاوني نفتح حداهم. ملي قال لي هو ديك الكلمه قلت صافي غنفتح حدا بابا وبابا، ليها ليها انا اصلا غنفتح حدا والديا. صافي صدقت غنفتح في كازا، فتحت في كازا البنات، حيدوا لي البلسيصه. معاناة ولله الحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشات التحليله ديالي وقال الفرنسا صيفطوها باش تخرج يشوفوا شنو فيها ديك الوسيزه اللي علاش وصلت حتى ل 5 سنتيم شنو فيها. في هذيك الاثناء البنات صافي انا عندي غنتخرج، خصني ندير لا سوتونس ديالي مع الدكتور اللي كنقول لكم الدكتور نفيسي الله يحفظه. دونك ديك الساعات خصني ندير نسوتني. اتصلت به قلت لي راني فتحت من بعد بحال قلت فتحت 2 3 عيطت ليه فاش فقت من البنج وصحيت وداكشي، ماشي صحيت فاش تشنقت شويه وشربت الويزا عاد تشنقت، عيطت ليه قلت ليه فوالا راني فتحت وهاجي وهاجي وهاجي. قال لي واش غنقول لك، راه حنا قربنا نسالي وراه كلشي صوتنا، بقاو شي الطلبه قلالين، جاسبيغ زعما عندنا الجمعه تجي ولا عندنا الخميس. قلت له راه ما عنديش كندير. قال لي اذا غتبقي حتى العام الاخر. وانا داك العام البنات كنت غنتحول غنرجي من هنا لكازا، غنسكن هنايا، ما كنتش غنبقى تما، كنت غنجي لهنايا. سكيفي انا ما بغيتش نخلي ورايا عاوتاني على ود البروجي فان ديتو ديال البي اف او ديالي، ما بغيتش نبقى زعما نزيد عام اخر. صافي وصلت الخميس عيط ليا قال لي فوالا صافي راه خصك تجي وهادي، ما عندناش كنديرو سينو غتبقى قربنا نسدو. ايوا انا اختكم بالبونسمون هكا، مازال ما خرجوش ليا التحاليل. قبلت الطريق بوحدي، خليت ولادي مع ماما، ورمضان كان البنات، هزيت طوموبيلتي وديماريت ومشيت لفاس. اش غنقول لكم، الحراره ديال فاس زائد رمضان، وما كنتش كنصوم لان كنت كناخذ دواء بما خرجت لي التحليله، كنعطوني لي زونتيبيوتيك داكشي لي زونتيبيوتيك. دونك وصلت البونسمون كلها كتقطر بالدم، كل شافني هو والله العظيم مسكين، كنحييه وكنشكره وكنقول ليه الله يجعل لك الخير في وليداتك. شافني قال لي راه كيدوز لك الدم، قلت له راه مع الحراره وداكشي. قال لي ايوا واش انت، قلت له راه اليوم غنرجع، قلت له راه غادي نسالي السوتونس ديالي وغنرجع مريضه. هادشي كنقول لكم واش الخميس واش الجمعه، وعيط لي الخميس بقيت انا مشيت حتى الجمعه. صافي مريضه وفاتحه وقلت ما نطلقش، الحمد لله بقيت حيه الحمد لله، حيت قبل ما نفتح ما نعاودش لكم. صافي بحال بانت لي الدنيا ظلمه، بنت لي راسي صافي ما غاديش نبقى عايشه، غنخلي ولادي صغار والديا، صافي بانت لي الحياه كلها كحله. ولكن الحمد لله اون فوا طلعت من البلوك وتعطلت لهم في البنج، هذه موضوع اخر قلت لي بلا ما تقيدي لنا. ملي فتحت مع 10 ساليت العمليه حتى ل3 وقيله، وطلعت حتى ل4 ولا لا ساليت العمليه، داروها ليا شي ساعتين العمليه، ولكن طلعت حتى 3 ولا 4 طلعوني الفوق. لدرجة فاش طلعت وشفت ماما ما حبسوليش الدموع، شفت ماما وشفت بابا وراجلي وليداتي صافي ما حبسوليش الدموع. كتقول لي واحد السيده مالكي كتبكي، انا كنبكي راه بدموع الفرحه انني بقيت عايشه وشفتهم.
تندير لها والو، وانا راه زعما ديك الساعه دموع الفرحه صافي. قلت لكم قال لي البونسمون كتقطر داك الشيء مسكين، قال لي بلاتي حيت كيكونوا ضروري مع ثلاثه ديال الاساتذه، هو وجوج اساتذه اخرين. كان واحد الاستاذ حاضر وهو جوج دكاتره كانوا حاضرين، سولوني السؤال الاول، السيد الاخر جاتو التليفون خرج، بقى هو يا مسكين سولني السؤال الثاني كيقول لي واش صافا ارتاحي شربي. يعني تعامل معايا واحد المعامله نقول لي الله يحفظ لك وليداتك وان شاء الله تلقى فيهم الخير وباقين ولاد الناس. صافي صوت نيت صوت نص ديالي، وانا كل اللي كنقطر بالدم البونسمون قلت لكم فسكات 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 فسكات. ساليت قال لي، قلت له راه خايفه ياك ما زعما، والبروجي فان ديتو ديالي البنات باش تعرفوني راه عندي مع لي ريزو سوسيو، راه كيعجبني هادشي ديال السوشيال ميديا، راه كيعجبني هادشي ديال الانستغرام والفيسبوك وتويتر واليوتيوب. صحوايا لا سوتونس ديالي كانت على السوشيال ميديا يعني لي ريزو سوسيو، هادشي كنقول لكم هي سيزون دابا، دونك حتى هي لا سوتونس ديالي كانت على لي ريزو سوسيو. دونك انا كيعجبني هادشي هذا، كيعجبني كنحمق عليه سواء نكتب عليه ولا نقرا عليه ولا ندير، كيعجبني. دونك هذا ماشي موضوعنا. صافي ساليت قضى الطريق، جيت بحالي جيت بحالي هنا عند الدارما. صافي وصلت مهلوكه لغد لي في الصباح، مشيت بدلت البونسمون، اثنين غتخرج ليا التحليله، مشيت انا وبابا واحد اختي ورمضان وانا نقول ليه بابا انا حيت من داك النوع البنات، واخا نبان لكم شجاعه خوافه يعني، حتى ولادي اللي كانوا دي ولا هادي من داك النوع اللي كنخاف مثلا غير شحقات ليا الوالدي ولا هادي تقدري تلقيني هربت، ماشي عتقت هربت، انا من داك النوع خوافه. دونك باش كنا غادي نجيبوا التحاليل قلت لبابا بابا عافاك الا كانت التحليله زوينه سولهم، قول لها تحل لك التحليله وسولهم، الا كانت زوينه جي ضحك ولا كانت خيبه جي 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 زعما ساكت. مشى بابا اش نقول لك، نقول اختي واه يا ربي كنموت عاتي صافي سخفت سخفت، تعطل عليا شي شويه جاي بابا مسكين مع الشمس داير ديك ها وكيدير هاك، نقول ويلي 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 فيا شي حاجه صافي مت. مشيت لعند الله وجيت وانا كنقول بابا شنو فيا بابا، وقول لي عاب شويه عاب شويه راه ما قراتهاش ليا، قالت لي لا ديها تيقراها الطبيب. تنقول لي متاكد مسكين غاده في الطوموبيل، كنقول بابا غير قول لي الحقيقه، كيقول لي ويلي بنتي راه قلت لك والو. صافي وصلت للدار شنو نقول لكم، بعدا في هذيك الايام طيحت 8 كيلو يعني بالخلعه، طيحت 8 كيلو كتلقاتي نهار فتحت وقفت والو، كنحس براسي صافي تسلت الحمد لله على نعمه الصحه. هذاك الشيء كله غير خوف البنات والعقل ديالي كيقول لي شنو غتخرج في هذه الوسيسه هذه كيفاش علاش كبرات دغيا. صافي وصلنا للدار واحد اختي غنقول لها شكرا لك ابيلي حيت بنت اختي صغيره كتقول لها ابيلي، شكرا انا نبيله الله يخليك ليا غفلاتني ومشات تقرا التحليله وجايه عندي كتغرس وكتنقز. قلت لها مالك، قالت لي ما فيها والو، وانا راه كندير الراديو قالوا لي راه 90% راه ما فيها لا مرض لا والو، ولكن انا ما تيقتش يعني كتشوفي وسيسه في ظرف سيمانه ما بقيتي كتحركي لا من هنا لا من هنا قد البيضه. الطبيب فاش قلت له ما فتحش قال لي عندك الغونغليون اللي عندك قد البيضه مسلوقه بحال هكاك. صافي جات لعندي مسكينه قالت لي ما عندك والو، قلت لها قولي والله، قالت لي والله ما عندك حاجه، وانا نقولها اري نقرا. صافي قريت ومن بعد وليت اختكم كتنقز، عاد رجعت فيا الروح عاد رجعت فيا الحياه. هذا الشيء كله كان وانا كنقرا كما قلت لكم، وابتابرت ونط ومشيت بالبونسمون ديالي كل هدم وسوتنيت وجاوبت وتشجعت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه تجربه نعاودوها لوليداتنا نعاودها لهم ان شاء الله عاوتاني فاش يزيدوا يكبروا، راه دابا عارفين ولكن يزيدوا يكبروا نعاود نقولها اليوم. هذا الشيء هذا بغيت نقوله لك حبيبه ديالي باش تكوني نشجعك الطاقه الايجابيه، شوفي انت غير حاجه زوينه باش نحفزك ونقول لك نودي ديري شي حاجه اللي كتعجبك، قراي واخا تكوني انا مزوجه ولا تكوني مزوجه شحال هادي، قراي ديري داكشي اللي كتعجبك، ماشي بالضروري القرايه، الا كيعجبك ديري هكذا الميك اب سيري ديري شي فورماسيون ديال الميك اب ارتست، لا كتعجبك اللغه ديري لغه، لا كيعجبك اي حاجه ديريها. طونك ما غاتديش ديال الناس رزق الناس ما غاتديهش ليهم، وطونك ما غاديش تادي الناس غديري شي حاجه اللي كتعجبك ديريها حبيبه ديالي، ديريها 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 ديريها، خدي مني الطاقه الايجابيه والفيديوهات كلهم ان شاء الله غتكون فيهم الطاقه الايجابيه. بغيت نشكركم بزاف بزاف، وسمحوا لي الا كانت الفيديو طويله، ولا عندك اختك ولا صاحبتك ولا تاكوزين ولا طانياس ولا اي وحده بغيتيها تاخذ من التجربه ديالي وتكون حتى هي تنوض تقرا وتكمل ودير داكشي، علاش لا قوليها ليها. ورا البنات راه دابا نيت كنقرا ماستر، تسجلت في داك العام ما كملتش وعاودت